يسأل عن قراءة كتب أهل العلم وكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بألحان وترانيم، هل ذلك جائز؟ إذا كانت لا تشبه الغناء فبعض أهل العلم يعمل بها، يعمل بها يعني بطريقة لا تشبه قراءة القرآن ولا تشبه أيضا يعني الأشعار والأناشيد. بعض أهل العلم أنا لا أستحسنها لنفسي. نعم.